زوج الحمل. مهنياً تعتقد اليوم أن كل شيء يقف ضدك، ثم تكتشف أن ذلك مجرد أوهام ابتدعتها لتبرر ضياعك. استنهض قواك وانطلق لتحول أحلامك المهنية إلى حقائق واقعية. عاطفياً العازب تتأكد أن الحب يغزو قلبك وتعيش عذابه الممتع، وتشعر بأحاسيس تدعوك لأن تتحدى الواقع. المتزوج تعيش تناقضات عاطفية وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع الشريك ومدها بالقوة. برج الثور. مهنياً تجد نفسك في مرحلة جديدة وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني، وتنسى الماضي وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل. عاطفياً تتأثر حياتك العاطفية سلبياً بسبب أمر ما من الماضي. كن واقعياً وضع الماضي ورائك وانظر للمستقبل الذي يدعوك للتفاؤل والاستمرار بالحب المتبادل مع الطرف الآخر. برج الجوزاء. مهنياً أمامك اليوم فرصة نادرة وجيدة لتحسين واقعك المهني إذا عرفت كيف تستغلها. عاطفياً العازب ربما يتطور الإعجاب بصديقك المميز إلى حب له طعم خاص ممزوج بالألم والرغبة في الامتلاك. المتزوج تمر ببعض الصعوبات الاجتماعية، وسوف يزيلها التفاف الأسرة حولك وترابطها في الوقوف إلى جانبك. برج السرطان. مهنياً الوقت غير مناسب لتوظيف أي مبلغ من المال في أي مشروع استثماري، وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع. عاطفياً تتمنى أن تنجح علاقتك مع الشريك أو الحبيب، ولكنك لا تقدم أي تنازلات أو أي شيء ملموس يشجعه على تغير موقفه منك كي يعود إلى أيام الحب الأولى. برج الأسد. مهنياً قد تعترضك بعض الصعوبات المادية والعملية، ولكنك سوف تتجاوزها بفضل ذكائك ومساعدة أحد الأصدقاء. عاطفياً العازب تتأكد اليوم أنك ترتكب خطأً فادحاً في سيرك بطريق اللهو والمتع الوقتية، وتعود للتفكير بجدية بالارتباط. المتزوج لا تستغل طيبة قلب الشريك وإيمانه بأنك قدوة له، وأعطه حقه من الحب والمساندة. برج العذراء. مهنياً ربما تكون أمامك وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام، وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المهني. عاطفياً العازب قد تسمع من صديق بالعمل كلمات معسولة وإعجاب وإطراء تشعرك بالسعادة. تأكد أنه صادق بوضعه تحت اختبار الارتباط. المتزوج قد يحدث أمر ما يزيد روابط الحب والألفة مع الشريك ويجعلكما في قمة السعادة والهناء. برج الميزان. مهنياً تواجهك بعض الصعوبات المهنية، ومع ذلك تتفائل وتقول لنفسك إن الحياة جميلة رغم مشاكلها، وتجد المتعة في تحدي تلك الصعوبات. عاطفياً العازب كلمة واحدة وهي أحبك كافية لتدخل السعادة إلى من أحبك بصمت لسنوات. المتزوج تحرر من أنانيتك وحبك للامتلاك، وستجد الشريك في منتهى التفاهم والعطاء. برج العقرب. مهنياً تتجاوز بسهولة بعض الصعوبات التي تقف أمام أهدافك، وتقطف ثمرة جهدك وكفاحك وصبرك. عاطفياً العازب تعيش العلاقة العاطفية المتمردة على الواقع والعادات، وتسير في طريق محفوف بالأخطاء. المتزوج
قد تتفق اليوم مع الشريك على الخطوات اللازمة لبناء مستقبل الأسرة المادي والمعنوي. برج القوس. مهنياً ربما تشعر اليوم بسعادة من نوع خاص، وتجد النجاح على الصعيد المهني، وتتقدم بسرعة إلى الأمام أكثر مما كنت تتوقع. عاطفياً العازب، حب كنت تعتبره مستحيلاً يجد طريقه إلى قلبك، وربما يجعلك تقرر الارتباط. المتزوج، أمر ما يجعلك تنشغل عن الأسرة وتقصر في مسؤولياتك وواجباتك نحوها. برج الجدي. مهنياً تكتشف مواطن القوة والضعف في نفسك وتسخرها لمصلحتك، ويساعدك الحظ في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتنفيذ المشاريع التي خططت لها. عاطفياً العازب، تكون في حالة عاطفية متناقضة، حيث تسبح في بحر من العواطف والأحاسيس وتخاف أو تتردد في الارتباط. المتزوج، الغضب اليوم لن يبني أسرة، التفاهم والمساندة بالأزمات سيحقق حلمك بتكوين أسرة ناجحة. برج الدلو. مهنياً ربما تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية، وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير فيها، وهذا لن يفيدك بشيء. أين قوتك وطموحك؟ عاطفياً العازب، كنت تخاف من الوقوع في الحب كي لا ترتبط، والآن أنت في قمة الحب، فماذا ستفعل؟ المتزوج، تكون اليوم العلاقة مع الشريك في حالة غير عادية من الحب والعشق، وتتمنى أن يقف الزمن عندها. برج الحوت. مهنياً الوقت مناسب للاستثمار على أن تتخذ الحيطة والحذر في كل خطوة تخطوها، وأن تستشير المختصين. عاطفياً العازب، الحبيب يعتريه الإحباط من وعودك المستمرة بالارتباط بدون اتخاذ موقف جدي. المتزوج، مبادرة طيبة وغير تقليدية من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكما وتجعل حياتكما أكثر إثارة.